معنا من لندن الطبيب الجراح في المستشفى الملكي الدكتور أحمد المشتت. أهلا بك دكتور أحمد معنا على سكاي نيوز عربية. دكتور أحمد، جميع الخبراء سيد فاوتشي وغيره يعني من الذين استمعنا لهم خلال الأيام الماضية قالوا هذا اللقاح، لقاح موديرنا، هو أكبر اختراق منذ ظهور هذا المرض، منذ ظهور فيروس كورونا. إلى أي مدى هذا الحديث صحيح؟ وهناك يعني أيضا تساؤلات حول تقنية طبعا الـ R&D مقابل تقنية الشفرة الوراثية والتي هي DNA، هل ممكن شرح الفروق هنا؟ مرحبا بكم. اللقاح هو عبارة عن جزء من الشفرة الوراثية لفيروس كورونا، وهو من الـ mRNA، وهو الحامض النووي الريبوزي. المثير في نجاح لقاح موديرنا أن هناك أكثر من لقاح آخر يحمل نفس التقنية، مثل اللقاح القادم من الإمبريال كوليج في لندن، وهذا مؤشر على أننا سنحصل على أكثر من 5 إلى 6 لقاحات قبل نهاية العام المقبل. اللقاح موديرنا هو الضوء في نهاية النفق. المشكلة الحقيقية أن النفق طويل، نحن نحتاج إلى أن نبقي على كل تدابير الوقاية لمدة 6 أشهر أو لمدة عام آخر بسبب المشاكل اللوجستية في صناعة هذه اللقاحات. موديرنا أعلنوا أنهم سينتجون حوالي 20 مليون جرعة قبل نهاية هذا العام، وهذه ستكفي 10 ملايين شخص فقط، لأنهم ينوون إعطاء جرعتين لكل شخص. وهذا يعطيك بيانات أن التلقيح مجموعة ضخمة من الناس وإنتاج مليارات الجرع سيستغرق وقتا طويلا. نحن ننظر إلى منتصف العام المقبل في أنه هناك مجموعة كبيرة من السكان سيحصلون على هذا اللقاح أو أي لقاح آخر. طيب دكتور أحمد، كان هناك لقاحات، اللقاح الروسي الذي تم اعتماده، اللقاحات الصينية التي يتم تجريبها في أكثر من دولة ومنها دول عربية أيضا، ما الفرق بينها وبين لقاح موديرنا؟ وأيضا هل تعتقد الناس يجب أن تنتظر ذلك اللقاح أم يعني إذا توفر لقاح صيني أو روسي أو ما شابه يتم تلقيحه الآن أو أخذه كتطعيم؟ المهم في اللقاح هو تقنية اللقاح، والمهم هو أن نرى نتائج المرحلة الثالثة، والنتائج يجب أن تعرض على لجنة خبراء لتدقيقها، ويجب عدم الاستغناء عن معايير السلامة في قراءة هذه البيانات. لا يهم أن يكون اللقاح قادم من بريطانيا أو من أمريكا أو من الصين أو من روسيا، يجب أن يخضع لهذه المعايير. وإذا كانت هذه اللجان المهمة مثل لجان فحص الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوروبية للأدوية ومثيلاتها في كل بلد تحاول أن تقرأ هذه البيانات بشكل صارم لتعطي الناس ثقة بأن هذا اللقاح يعمل. المشكلة في اللقاح الروسي وفي اللقاحات الصينية، إلى الآن لم نرى نتائج شفافة كاملة، ولهذا البعض ينظر إليها بموضوع الريبة، ولكنني أعتقد أنها في نهاية الأمر ستكون في متناول الجميع. طيب دكتور أحمد، إلى أي مدى طبعا الآن الفوز أو المنتصر على فيروس كورونا يعني ربما يكون له الحظوة السياسية؟ يعني في الولايات المتحدة الأمريكية انتظرت الشركتان فايزر وموديرنا إلى حين فوز المرشح جو بايدن بالانتخابات للإعلان عن هذه المسألة. إلى أي مدى الشركات أيضا يعني تدخل في اللعبة السياسية في الإدارات الأمريكية أو في الإدارات الأوروبية أيضا؟ طبعا أنتم تعرفون أن عملية تصنيع اللقاح منذ الإعلان عنها في شهر أبريل الماضي خضعت لضغوط سياسية، والرئيس ترامب حاول أن يجبر شركة فايزر وموديرنا على إعلان نتائج قبل بداية الانتخابات الأمريكية في بداية شهر نوفمبر. أنا أعتقد أن لقاح فايزر بسبب الشراكة بين فايزر وشركة بيونتيك الألمانية التي أصلا اخترعت فكرة
اللقاح كان له تأثير في تأخير إنتاج الإعلان بسبب موقف ألمانيا من الرئيس ترامب. هذا تحليلي الشخصي. الحقيقة الثابتة يجب أن لا يخضع اللقاح لضغوط سياسية، يجب أن يتوفر للجميع، يجب أن يتوفر للدول الغنية والدول ذات الدخل الواطئ أو المتوسط. ومنظمة الصحة العالمية مع منظمة جافي للقاحات تحاول أن توفر اللقاح للجميع. أشكرك من لندن الطبيب الجراح في المستشفى الملكي الدكتور أحمد المشتت، شكرا جزيلا لك.